جدا في هذا الحفل الجميل. الدكتور فارس السهلي مرحبا ألف. الله يحييك ويطول عمرك. أول شيء كل عام وانت بخير ونسخة مميزة بوجودك يا حبيبي عشان الجمهور. الشيء الثاني بالتوفيق للجميع، ونسخة متميزها أيضا أنها في هالشهر المبارك، ونقلة جديدة ونقلة نوعية مختلفة، وإن شاء الله في قادم النسخ بيكون أفضل وأفضل. يا مرحبا. أنا أتوقع ومتأكد أنك تابعت البرنامج بشكل عام. تقريبا إيه والله الحمد لله يعني. أبغى تعطيني، ما أبغى أضيق عليك، أبغى تعطيني اسمين اسمين تشوفهم نجوم كبار أو تتنبأ لهم. أنا والله بقول لك شيء، كلكم بوصولكم إلى هالمرحلة أنا أشوف بالنسبة لي نظرتي أنهم كلهم نجوم عندي أنا، فما أقدر أحدد أسامي معي. إجابة دبلوماسية كالعادة. بالعكس هذا هي الحقيقة، وصولكم للنهائي كلكم معناته نجاح للجميع ونجاح للبرنامج. الله يعطيك العافية، شرفنا دكتور فارس، إلى أن نلتقي بإذن الله. ضيفنا الثاني تعبناه كثير جدا، أبو معتز مشاري العتيبي، مرحبا ألف. يا مرحبا. مساك الله بالخير. صراحة جميل جدا، حروف